It was at this moment that he knew. He f***ed up. لا! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ عساكم طيبين، ونكمل معكم تختيم إضافة إلدن رينج. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وهيا لننطلق. الحلقة اللي طافت وقفنا هنا لما وصلنا عند البوابة الكبيرة هذه، وتحتاج البوابة ختم الظل، فأتوقع أصلا آخر بوس هنا، أتوقع. إذا كانت نفس اللعبة الرئيسية. طيب الحين بنروح؟ الحين راح نتبع خطى مكلا، مكلا العطو. بنروح القلعة هذه. أيوة هذه. جسر إيلاك العظيم يا إلهي. في بعد منطقة تحت، بس بنخليها نخليها، خلنا نروح قدام. أبغى أواجه بوسات قوية، لحد الآن ما لقيت مستواي في اللعبة للأسف. أوف. اصبر، اركض اركض اركض، خطيف اللعبة. لوت ودعس يا مدير، دعس يا مدير. وين الكلب اللي ماسكه؟ ممكن تعيم انت راسك الكبير ذا. ايوه يلقم البول الكلب. حاك ولا انقلع انقلع يا المسخرة. اوف اوف يا الدمج خطير ذا الولد، مرة خطير يا ولد، مرة خطير أنت. هذا شكله مقاتل شرس ده، صح؟ أنت مقاتل شرس، مرة مقاتل شرس. الآن وجه معاه باب ذا، هذا مو درع. اضرب نفس ضربات البوس الأخير. وش اللي هنا؟ وصفة فارس النار. طيب نقدر نتعمق هنا ونقدر نخش القلعة. اتوقع لو رحت من الباب الرئيسي اللي قدام بيقول لي مسكر. خلني اشوف. حلو، في هناك جريس، جزء من شجرة سكادو. ايوه هذه الاجزاء طلعت تقوي عتادي. عاد خلنا نريح ونقوي هذا. تمت هذه المباركة رمات عليها. حلو. 2-5. كمان في شيء في الخيام هذه. خليني اقتل فضولي بس. اروح من قدام. اشوف الباب مسكر مفتوح. اوه. ما هذا الرجل العملاق؟ هذا الشحمة ذا صح؟ نفس الشحمة اللي قابلنا ورا بس كبير، قلعة انيس. انا وين اسمي؟ اوكي اوكي. نفس الشحمة، والله مو بشحمة ذا نايت على هذا نفس هذاك شو اسمه نفسه، عرفته. لزخة قطعة لشطة القم. ايوه جاستن جاستن، اصبر. سيعو سيعو الضربة القاضية. انا قلت ان علي مت والله، وباقي لك تفله بس نقز ما ادري ايش اللي صار. حجر الحداد الكيب والشحم السحر الملك. قبل نروح قدام خلينا نشوف يمين هنا ايش في. ايوه تمام. راسه كبير ذا اللي مركبه. ومملكة الظل. ربي عليه راس. انا حاطه قاصد عشان اي احد يشوفني بساعة المعركة يعرف اني قتلت الكلب الملكي. عشوائي البوس بشكل، اعوذ بالله. بس عنده وسط فخم. وربي يا وسط حريقة. سلقلق. ارجو. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. ايش الدمج ده يا ظالم؟ لا 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 لا. طيب طيب انقلع يا كلب. ربي دمجهم قام يصير مو بصح يا رب. طيب هنا بندخل اعماق القلعة. لا دقيقة خلنا نشوف نقدر ننزل تحت مثلا. اوكي ما نقدر. خلنا نشوف المكان ذا. المفروض انا نزلت من تحت. لو بغيت اجي هذاك المنطقة انزل من تحت اطلع فوق. اوكي ايش داخل الصندوق ذا؟ سيف السيدة.
طيب نشوف سيف السيدة وش وضعه. هذا هو سيف السيدة، والله شكله يجي منه. والله أنا جيد تبون الصراحة، عجبني والله، شكلنا بنطوره تصدقون. بس أنا ما أدري أنا كيف لو برجع التطوير كيف أسوي، ما أقدر. شوف كذا أوكي، بالألوان بالأروان بالأروان يغير. أوكي يعني يمدين يرجع. حلو لا جل كويس. طيب بشكلي بضبط السلاح ذا، بس مو بالحين. خلنا الحين ندخل داخل الكهف، خلنا نجرب السلاح الحالة مثلا. وأنا خاطر أواجه النايت وخاطر أواجه السلاح يخش علي النايت. أيوه خلك ذا، سوى نفسك اللي فات. والله دمجه حزين، شوف استنى بسرعة، والله حطها استنى بسرعة. والله يا ولد اقعد شوف كيف يعطي استن الحركة ذي، الظاهر تعطي استن. شوف بس دمجه مرة حزين يا ولد، مرة حزين دمجه. شو الدمج ذا؟ شوف كيف غالي سنتين عشان اقتل بني ادم اللي عنده. لا 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 تعاوز تزرب ازرب. والله فك دفاعي، والله فك دفاعي، او ربي وصخ دفاعي. اوكي انا كنت اطقطق معك وانت شادة صح؟ ما كنت بطلع عليك منفيل. لا 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 يا ولد هذا ما عندنا تعجين يا ولد، عجني والله. تعال يا مسخرة، سوي نفسك قوي. القم باك ستاب يا الكلب، القم يلا. اها وشو اللي قتل هذا؟ هاجم عليه عدو. انا قلت انه ياكل الصندوق زي دارك سولز، والذي مو موجودة هنا صح؟ دارك سولز في صندوق تفتحه ياكلك يلتمك. هذا واحد من الصلبان، شوفوا هذا واحد من الصلبان. رسالة من ليدا، خلينا نشوف الرسالة. رسالة تركتها ليدا فارسة الإبرة موجهة لأرواح الرفيقات السيرة. طيب وين الأنقاض العتيقة؟ الأنقاض العتيقة ممكن قصده هنا صح؟ الأنقاض العتيقة توقع يقول ورا الجسر العالي. هذا واحد من الصلبان، كلمات مفور بينه وبعضها أطلق جزء من جسر. طيب وهذا جزء من شجرة سكاد. ويا سلام، خلنا ناخذ هذا. طيب هذا ثالث واحد، هو اللي الرجال اللي كلمنا هناك قال ستة صلبان، فالمفروض انه ناقص ثلاثة. السلام عليكم، ايش قاعد تناظر انت؟ جالس تناظر هنا، ايش هذا المكان؟ نقول بسم الله. انقلع يا سلبي. هذا المكان وينه؟ جمب. الحمد لله، انقلع مع نفسك. شظايا ضوء النجوم. طيب نطبع هنا نقول بسم الله. والله نتوقع اني بموت صح؟ هذا الا ذي موت، والله ما موت الحمد لله. هذا رجعني المكان حق البداية اللي دخلنا منه. طيب تدرون ايش؟ بروح هذاك المكان. انقلع من هنا، المفروض الطريق. ليه ما اقدر افك الخريطة؟ ما اقدر افكها من الحصان الحين. ليه نقدر افك الخريطة يا عمي؟ توكل لك على الله. تعال تعال
يلا توكل لك على الله. انا حشن 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 هاي هيل. ايش ترمي؟ ايش ترمي يا بابا؟ معيب معيب الحركات ذي. اوف لا 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 فوق العيال والله يسولي كمين الكلاب. انا ندزها من عند الكلاب ذي لا يفجروني. ايوه الخريطة قدامي، في خريطة قدامي. اسلم. وش الاشياء المحنطة ذي؟ وات وش ذا القزم؟ شكل دمجة مو بصاحي، ما ادري ليك احس والله احس دمجة مو بصاحي. دب الخريطة. الخريطة المشكلة ما اقدر افتح الخريطة. ايوه فكيتها. طيب هي وراي، المفروض انا في جهتي. ايوه هذا دنجن صح؟ لا يجي لخلخوني من ورا، افتح بسرعة. يلا دنجن ترى دي بصداع الضباب. انزل نشوف وش داخل الدنجن ده. اوكي ايوه مدري وش ده، مخلوق وردة. احا ويعطي بليد بعد، بس لا يكون يتحرك السقف ذا. ايش تبغى؟ تعال تعال يا مصر. انا حتى انا عندي ضربه من بعيد. شوف في الطريق يمين، بس خلينا نروح سيدي نشوف ايش فيه. اوح يا اخوي اصبر. لا اله الا الله. هيا لنا يا بزابي. يا ابن الكلب اقتلها الكلب. من هذا اللي ينتفني منه؟ وش ها وشو ذا؟ وجه المدفع، وجه المدفع. وصفة فارس التنين المعرق العريق هذه، بس استهبل مو الدرجة ذي ما اعرف اقرا. احا الحمد لله اني ما نزلت. كيف تبغى طلعت فوق؟ اها قاعد تسوي هنا يا مستر مدفع؟ في طريق هناك شو اتوقع ان السبيل الدخول. ايوه مرحبا دي دقيقة المايك بيطفي خلنا نشحن. مو المايك السماعة. سلم تعال 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 واحد واحد، لان هذاك المعضل واي يجيني الحاله. تعال تعال يا مصر. الله هذاك معضل الكلب، لازم اني اكون حريص في مواجهته. اللي مدني اعطاه باك ستاب، باك اعطيه اعطاه باك ستاب. وش اعطاه باك ستاب؟ اعطيه انا باك ستاب. في احد وراي. وقت النحشه، وقت النحشة لازم تاخذ لك استراحة محارب. ارجع ارجع عيد ارجع عيد. اعطيه. لا 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 تفلة تفلة. يلا انقلع يلا انقلع انقلع. ضرباته واحدة بواحدة ذا، ترى مصيبة ضرباته. وش الشيء اللي انت تحرسه هنا؟ نبتة الشبح العظيمة. طيب انا تعمقت داخل مع الدرايف ما اروح. اتوقع انا من هنا بس يبغى لها سرعة بديهة. سرعة بديهة قلنا. ايوه شوف الكلب كاتسه هنا. لا يقتلني لا يقتلني لا يقتلني، ما له داعي. لا يقتلني الكلب ذا الحقير النجس الصغير. خلني اخذ ذي، ما عاد عندي مشكلة هي. والله بلشة هذا هو مكان البوس. تعال تعال قرب. قرب يا الوسخ تقتلني وانا موصل المسافة ذي. الحمد لله
ايوه بس لن قاعد يسوي اوه ماي جاد خلص وتا باقي اخي غرش نزلها يا الكلب قتلني انا كنت حاس اوه حلو بينصب امريكا قريب بيرصبني من هنا من قريب ايوه يا سلام تعالني ارعى عليك فيها حاول يا حاش الكلب عاد في احد شوفك يا خسيس يا الخبيث القم يا رجل ايش الدنجن ده كبره كبير والله كم صار اللي فيه هذا كان نفس اللي في لعبة شو اسمه هذيك نسيتها والله لعبة صعبة عرفتوها هاي اقتلي لا اقتلي لا اقتلي لعبة صعبة هذيك والله ينزل بحط صورتها هذا يا ولد كل شوي ننزل في الدنجن ذا توقع دهن النهاية الله هذا خلاص هذا بوس المشكلة وين ما عندي ولا اهيل اي والله ما عندي ولا اهيل ولا لا لا اطا اوكي لا اصبر لشطني نجيت لاخذ السولز حقتي اوه ماي جاد حتى انا عندي حركة مقص شوف ايوه اسلم اوه اوكي هيل مني بالحركة ذي انا ايش اللي صار لي الكلب مسكني وهيل شوف الطيله وخذها له الله اكبر عليك يبغى يمسكني الرمه والله انا بشيل الراس ده برجع السيد خمسه لانه صراحه هو اللي مدني بالطاقه الله 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 روح برو مولع الليلة انا اضرب هنا تضرب وانا انا بضرب لا والله اني مسوي اوكي مص دمي انا ميت رماني بالزبالة وهي من العن ام الغبنة يا الكلب العن ام الغبنة صدق يلعن ام الغبنة يا الكلب حيوان القم باك جاك استن جاك استن جاك استن من الجلد اقلك طقعه تعال اعطيك ضربة الرحمة باقي لك شوي تعال هنا ما تصير قبل شوي صح؟ اتخلصي او خلصت ارجع ازبن ورا العمود لا يا اخي يا جميلة يا الرايش نهايتك قربت يا الكلب نهايتك قربت يا الرمة نهايتك قربت القم يا
جزمي كل مره يقتلني باقي لي تبله باقي له هو التبله. فارس الموت مزدوجين اعطاني اوكي اعطاني تميمه اعطاني مدية الكهرمان القرمزي. وش الكهرمان القرمزي؟ تعزيز الحد الاقصى من نقاط الصحه باكبر قدر. لا ما احتاجها ما عندي شيء نزله. اي خلاص خلنا نرجع للمدخل. طيب انا ابغى الخريطه، ابغى الخريطه اللي هنا، كيف عساني اوصل لها؟ طيب الواضح ما في شيء هنا، انا دورت ما لقيت انا شيء، ما اقدر اروح الخريطه من الاتجاه ذا. فعشان كذا شوفوا بنروح من وين، من هنا ونمشي تحت نشوف الاشياء اللي هنا. ممكن هذه منطقه دخلنا هنا، عرفتوا؟ ايوه من هنا شوف من تحت راح نمشي. احنا قبل شوي احنا مع الجسر، الحين بنمشي تحت. اوه في مكان هناك، خلينا نشوف قبل نروح الجهه هذيك. شوف هذا المكان، خلك رجال خلك رجال. اوكي بس كذا ما في شيء. في مكان هنا، طب خلنا ندخله. هذا بوسط القلعه. اوكي دخلنا اعماق القلعه، سجن بليوروت. هذا اوكي، هذا يكون تحت اللي قابلنا فيه الكلب هذاك البوس بالحلقه اللي طافت، هذا تحت بالضبط. اوه ماي جود، اب يا كلب. الحمد لله عدت على خير. اشتغل يا دعم، اشتغلوا. ولا ذولا مو شو اسمه مو بعمال ساجين ذي، خاف انه يتكسر. انقلع وانت انقلع. اوكي ليس لديك الحق. طيب مسكر. طيب قبل لا ننزل تحت لا ما في رجعه، خلينا نشوف في شيء هنا. المكان ذاك اللي تحت شكله مكان بوس. اوكي هو في نزله، اتوقع اني انقز مع هذه وانزل تحت. بس دقيقه خلنا نشوف ايش في هنا. روم مملكه الظل، ها وش تلعب اي شيء معفن. ايش الكائن ذا اللعين اللي يضرب روت، يضرب روت. طريق بالله، طريق انت يا طريق. خلنا نمشي هيا كذا. هذه يبغى لها رول صح؟ اوكي نايس يا الفن، فن واحتراف. رول وبعد هنا رول. اوه طب هذه يبغى لها وزنية محترفين. يا سلام خلاص. نزلنا من السحب. اولولولولول ربي خلاص، ما يمزح الوصف يخلط. شوف بالله العفن ذا، شوف القرف ذا. اوه قرف ثاني. هذا اوكي، هذول هم يعني داخل اللي كانوا داخل القنينات. هذه هي اشكال المفروض. مكان مهيب. بوقي في بعد تحت؟ انت صادق؟ اي والله ما في. وش ذا؟ انتحار الولد. العن ام الوساخه، العن ام الوساخه. طحت مكان كله عباره عن قنينات، كل مكان قنانين صح؟ جمع قنينه قنانين ولا قنينات. قام العود قام. شوف احنا وين؟ احنا بوسط السجن، بوسط اللي شو اسمه؟ تحت القلعة بالضبط. في بوس هنا. في بوس، هنالك بوس أيها السادة. أول شيء ذا أونز السيافة مختلفة النص. انت محترف. ها
انت محترف. محترف. العن وجهك يا الكلب. هيلي هيلي يا ولد فاضي. تعال يا اونز السيار. تعال يا اونز السيار. اونز السيار. القم يا اونز السيار. والله ايزي يا اونز السيار. وش مبارزة نصف جري. اوكي هذا حق نلمك بس بس كذا. اوكي اوكي دنجن يعني عادي اقل من عادي. هذاك الاول كان افضل منه. طيب مفروض الان نكمل الرحلة من هنا. ايوش في هنا؟ درع طائرة مقبرة. ما في شيء. طيب انا شو السالفة؟ ما في اي شيء. وش داخل الكوخ ذا المفروض؟ القرية متهالكة. الذبانة دي وصفة الزعيم الأعظم. طيب أنا بروح هناك كيف؟ تبغى فيه طريق ماشي يمكن من فوق الرحلة. مفروض طريق الدخولي من هنا. أهلين حشرات. طيب ما أقدر أروح حتى من هنا. إيش السالفة يا؟ مسكر الطريق. أنا بروح الجهة دي كيف؟ عشان تروح الجهة ذيك أو عشان تقتل حشرات اللعينات ديلا. عشان تقدر تركز. ما يخلوك تركز الحشرات. اوكي انا ما في شيء. طيب خلنا نشوف منين نروح. خلنا ندرس الوضع. كان الطريق مسكر. اوكي بس بس فيه هنا زي السهل. شوف السهل هذا. كيف كنا نحط علامة؟ ايوه. بس ما اقدر انزل من الشفا. بموت بموت على طول. اللي فيه بموت. خلنا ننقز هنا على الملتقى. ما في ما في طريق من هنا. شكلي اسوي شيء غلط. في طريق من هنا من اليسار. ايوه في طريق. هذه وجهتي. بس هذه وجهتي ان شاء الله. هذه. اصبر 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 اصبر. ايش قاعد يناظر يا ناظر الحال؟ قاعد يناظر ايش اسمه؟ يناظر الجبل. حجر. لا لا يبلى ناس. طب هو في مكان تحت صح؟ لا 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 لا. اوه ماي جاد. والله ما كان بيصير الملتقى. لا لا انا المفروض في طريق من هنا. مستر سلطان. خلنا ننزل. طيب نتفاهم مع مستر سلطان. الله اني عرفت هذا لعين. لعين ابو سلطان. لعين مرة سلطان. اوكي ايش هذا؟ اوه كاني ذكرت هذه اللي ترمي بايزر. هي الهيلة والله هيلة كثير يا رب. هيلة مرة كثير. شوفوا كيف هيلة. ما ادري ايش قاعد تشفط ولا ايش تسوي. الله لا يا اخي. وش الدلاخ هذه؟ وش الدلاخ هذه اللي فيني؟ هذا المخلوق اللعين اللي قتلني قبل شوي. خلاص ما عاد بواجهك. شكرا. خلنا ندخل شوي وش داخل. اوكي هذا الايتم. ايوه رماد ارواح الجليل. حلو. وبعد في هنا كويس والله. حلو. دقيقة في طريق ورا. طيب انا دخلت نفق بس. بداني مدري وين. اوكي. لا لا انتبه انتبه انتبه. تدري يا اخي مشكلة الطرق كثرت. مشكلة الطرق كثرت. طيب خلينا نمشي هنا. اوف وش ذا الازرق. اها هذا التحديد حقي. اوكي. اوكي التحديد حقي حق قبل شوية. حلو مسكر يا سلام. اجل اتوقع من عند الشلال. في فتحة عند الشلال زي النفق. وفي بعد هنا نفق. طيب انا اروح هناك ولا هنا؟ اوكي خليني باخذ اللي هنا وبرجع استكشف النفق. كف مصب النهر. ايوه ف
اتوقع انه دنجن ذا. طب نخليه نرجع. انا اتوقع فيه طريق هنا مفروض. يب مخلوق اللعين ذا. ما ادري شكله، ما ادري شكله بالله. تحسه يقول اصبر اصبر، عطني ذا بس، عطني ذا الشيء. طلع اسم السف هذا ترى شيء. سلام عليكم. ازبل ازبل. طيب انا شكلي اروح اماكن مو اساسيه فرعيه، فلذلك ايش بسوي؟ برجع. وين برجع؟ انا ابغى اروح مكان اساسي. هذا الشكل، هذا انجنات وشيء جانبي انا قاعد افرفر فيها. شوفوا هذاك، شوفوا هذاك البرج ابغى اروح له. فالمفروض اني امشي سيده من هنا. قبل شيء نزلت يسار، بس المره ذي بكمل سيده. وجع يلعن وجهك انت والسبير حقك يا كل. في هناك صليب، صليب صليب مكلا، اثار اقدام مكلا. ايوه خذ هذه وشجرة يا سلام، خذ الصليب. كلمات محفورة بين بعض اتر. وش ذي؟ طيب خلينا نكلم البنية اللي هنا. Hello there. You tarnished. Lady Leda spoke of you. Another tarnished. Guided here by Mikkel. My name is Teolia. I too am tarnished. And here on Katso. Here's the new beginning. Well, I'm not much good at any. I'm as weak as a kitten and thick as two plants. I've always been this way since then. I'm afraid the only thing I'm proficient in. Sorry. Okay, I'll just take this some. طيب الصراحه اني ما اهتم. خلنا نشوف في طريق. واو كيف اوصل المكان هذا؟ لو نقصت منه تقول اموت. والله شكله اموت. شوف المنظر كيف، وربي منظر رهيب. لا 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 انتبه 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 انتبه، قاعد يفحط الحصان. طيب شوف برجع فوق لان المكان ذا مسكر. ايوه هذاك كل برج. قربنا من البرج، شكله كذا في شيء. ايوه من هنا شوفوا هذيك البوابه الكبيره دخلناها. من ذا اللي صار؟ وات؟ من هو ذا؟ My arms, my legs, each slice a bloody ruin. وينك طيب انت؟ ما اشوفه. ايوه هذا هذا. اوف خسيس. Oh, there is life in me yet. I will soon mark my words. You. من هو بايل؟ بايل. شكله بوش ذا بايل صح؟ يقولنا بنواجه داخل في البرج ذا. وصلنا البرج. الركيز القامع. الركيز القامع. ايش في ورا البرج هنا مثلا؟ شنو؟ لا 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 لا! يا ابن الكلب كان بيطيحني! ايوه الركيزة القامعة. نزلني تحت ولا فوق؟ اوكي. لورد خنفع. شوفوا المنظر كيف. حجر حداد التنين العريق. هذا اللي يوصلها ماكس. اوكي. هنا تقدر انك تشوف مكان كامل. شوف هذيك ارض الزهور هناك. شوفوا هناك في قلعه، بس كيف اوصل للقلعه ذيك؟ طيب واضح ما في شيء هنا، برج عادي. خلينا نرجع ورا. هذا الرجل التنين العريق الى عالم. وات؟ من هو الرجل التنين؟ وذا شكله دنجن صح؟ هذا اليوم برعايه الدنجنات. اليوم اليوم الحلقه كلها دنجنات. والله هذا يرجع الحياة. ايش في المكان قام يصير كذا؟ طيب هو انا اقدر انزل تحت بس فيها مؤذي صح؟ اصبر خلنا نشوف. ايش انت بعرف؟ ايش انت بعرف؟ هذا المكان وش هو؟
عليك التعليم شعد من يظهر الخوف. أنقز يعني قفز؟ أكيد أكيد إني أقفز. بسم الله إن شاء الله إنه ما أكل خبر. هذا لو سخين ترى حقين السوز. لا كويس الحمد لله. خلينا ندخل على البوس. قول بسم الله. الرجل التنين أيضا. وين شوت ربنا وين شوت. حركت مقص. القم 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 القم. لا لا شكله ايزي شكله. اعطيتك من حجمه هو مرة ايزي. اشتر عليه فوت. وش يحول روشه ذا؟ اوكي خربت عليها الضربة حقتها. اعطيها ضربة مضادة. ورب يا دمجة انه خطير. الحركة ذي الحركة ذي رهيبة يا رب. حبيتها ذي الحركة ذي مرة حبيتها مرة حبيت الحركة ذي مرة حبيت الحركة ذي. ياخذ ضربة ذي مرة فظيعة بس انه ايزي نقول. القم باقي لك طاقة باقي لك طاقة. يلا 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 بقتلك بحركة المقص. مقص قام. يلا 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 على المي. يلا يلا على المي. يلا كلب سيف القتال العظيم من صيادي التنانين. هات 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 ابغى اشوف ذا السلاح. ايوه هذا هو. طيب انا حبيت الحركة دي. لازم اني اخلي القوة 15. شوفوا لازم اني اخلي القوة 15. انا عندي 12 ساحب عليها. طيب كيف هذا ينفتح ذا؟ اي والله ينفتح بعد. اوكي انا السلاح عاجبني والله عاجبني اكثر شيء الحركه ذي. شوف مره رهيبه الحركه. اوكي احنا وين؟ ها اوكي باقي فيه هنا داخل. طيب قبل لا نروح قدام خلينا نرجع التيبل. بس قبل التيبل قبل التيبل قبل التيبل دقيقه ابغى اروح عند هذيك واضبط ال توقع انها ناسا واضبط نقاطي. ابغى ازود السترينث عندي. ايوه اولدني من جديد. طيب بنخلي اللي هي الحيويه 79 نفس اول. القدره العقليه كم كانت اول؟ 27 خليها 27. والتحمل 50. القوه اللي راح ارفعها خليها 15. البراعه اللي ما ادري وش فايت ام هذه. طيب البراعه نخليها زي ما كانت. براعه اتوقع انها الدكستريتي اذا ما خاب ظني. الذكاء خليه 67. الايمان اللي هو حق الفيث وما ادري ايش اسحب عليه. الغموض نرفع اخر شيء او نخليه مثلا 90. او تدري ننقص بعد نخلي مثلا القوه 20. ايوه كذا افضل. نقصنا اللي هي من الغموض بس. يا سلام الى اللقاء. طيب الحين نروح نروح نطور السلاح. ابغى اجرب هناك. عجبتني الحركه والله. اوه زمان عن الرجال الغالي ده. مره زمان عنه. طول 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 مكس فيها. اوه حجر الحداد الكئيب ما عاد عندي. الحداد الكئيب الحداد الكئيب مو الحداد. طيب اوكي وصلنا بلس 7. هاي مشكله هاي مشكله عادي صح؟ عادي نلعب فيها الحين.
وبعدين يفرجها الله. الحين رجعنا على نهاية حفرة التنين. شوفوا هذاك، شوفوا هذاك النايم، شوفوا هذاك النعسان. لا 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 أرجع أرجع. دقريوس كذا، دقريوس. ما في طريق من هنا يعني، معناته ما في إلا أن نواجه. ثلاثة ذيلة، أربعة، يا ساتر. أصوص أرجع أرجع أرجع. شوف الطريق من هنا، أربعة طنانين. ما بيكونوا كلهم بنفس القوة صح؟ أي هذا أبيض، أبيض أصغر. ولا هذيلا ميتين، أوكي. هذا اللي نايم أكلهم، أكل المبزرة حقة. أصحى يا نايم. لا أبغى ذي، أبغى ذا، أبغى أجرب الحركة ذي. والله دمجها حلو، 1501. نجرب دمج. ثقيل ثقيل دمجي. إيش بتسوي؟ بتسوي؟ أوف كم يشوي، كم يشوي. لا إله إلا الله. أصبر أجرب الحركة ذي من هنا توصل. أوكي لها رينج معين. هبلة. الله 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 الله. والله طبخ، والله طبخ. انهض ثكلت كأمك، انهض. القف اطير. ايش اسوي ذا؟ برود برود. عطى. لا لا لا، فحمك 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 يا ولد. يا اخي الحركة ذي ما لها، ما لها حل، ما لها حل ذي. اصبر خلنا نجرب عليه البليد، البليد الرب. عطى في الوجه. القم. انا اتوقع ان ايش، ان السلاح ده يمكن ما ينفع لك كثير. بليد بليد بليد. عطى بليد، عطى بليد، عطى بليد، عطى بليد. ايش بيسوي، ايش بيسوي، ايش بيسوي، ايش بيسوي ذا المصيبة، ايش بيسوي؟ عطى. احح ما تحصان، ما تحصان. قم قم. وسيل نجاتي، وسيل نجاتي من الكائن اللعين ذا. باقي له شوية وتنحاش. ما تنحاش، ما تنحاش. هاي موت، موت. تم صرع العدو العظيم. قلب تنين ولحم حراش. احنا وين يا ولد؟ مدري وين رحنا. اوكي وين رحنا يا ولد؟ دخلنا داخل. اها اوكي، هذا البرج اللي قبل شوية كنت واقف عنده. طلعت فوق، كنت اشوف المكان ذا. الا في كوخ اسود قدام صح؟ افا ما في كوخ اسود، انا كاني والله شفت كوخ اسود. اوكي شكلي قاعد اتخيل. شوف الحركه ذي كيف. وي اوه داني بعد داخل والله. وبروق ورعود هنا يا ولد، شو السالفه؟ والله شكل ذا المكان خطير والله صح، بس انه مكان جميل. خلنا ناخذ ذي. ما بكمل، ما بكمل سيدي، برجع له. برجع تحت بشوش في تحت. المفروض من هنا ننقز على هذه، نهبط هبوط آمن. لا السلام. طيب أنا أبغى أمشي من هنا وأشوش فيها. خليك راجل محترم. أوكي وصفة الزعيم الأعظم. أوكي. شكل ما في شيء. واضح. عشان كذا راح نرجع فوق. طيب إيش راح يسوي؟ بسوي هذه مباركة شجرة المدري إيش بطيخ. والله المكان ذا مخيف، مخيف مرة. كيف شكله؟ اوه عشان كذا في، عشان كذا في اشياء كثيرة هنا. ارض التنانين دي، شوفوا كيف الفايت التنين القمة. تفاطعوا التنانين. الله 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 الله.
جيم اوف ثرونز. مشكلة من اثنين هذا الصغير. طيب خلينا نقاتل الصغير. حاول نقتله. ايوه والله انه 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 شقه والله. الله شقه. اح ما تحصاني. انا اشتخلني انا اشتخلني. طب اخوان قلبوا علي قبل شوي. ضبطت الحركه والله. خليه دمجه. انا قد اناظر فيها. يبقى لي واحد انا اصلخه لكن الموضوع كيف يطول مره. عشان كذا خلنا نصلخ رجله. خليه يطبخ. اطبخ 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 خويه. هذا باقي له شويه. باقي له شويه. باقي له شويه بس. تعال هنا تعال. هوهو قتله. ايوه باقي انا هذا مين. نغير البليد. نعطيه نزيف. تراكم نزيف. نعطيه تراكم نزيف. ايوه شوفوا كيف يصير له تراكم يجيب ليد. بس والله يا قتالة يجيب الصرع. والله يا قتالة يجيب الصرع. ايوه طاح طاح طاح. كوم يا باي. انزل انزل من الحصان. لا لا قام. اوكي قام 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 قام. او ماي جاد يا استن. قبل شوي ضيعته يا اخي. انا مال قهر. لا قتلني. انا ما ادري سالفتي والله. انا ما ادري سالفتي مع الهيل. شوفوا كيف لما نصير هيلهم كذا قتلوني. باقي له شويه. باقي له شويه. باقي له شويه لكم. What a sight! A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior, Egon. Egon. Yes. Egon, هذا مو اللي نفس اللي بيقول فرانس. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. هذا يقول مو نفسه اللي في Game of Thrones. مو جيم الجزء الثاني نزلوه. ايش كان اسمه؟ هذا هو. انا اقول من هذا طبعا نسلم. Drake warrior, grant me this one. Take this finger. Must scale the jagged peak. باير مخيف. Bail the dread and summon me. My limbs are limbs no more, but a drake and my soul yet. اصبع ايوان الملفوف. وانا نواجه التنين. واجه باير المخيف. ولازم اني اناديه بعد. جي اف زعلي. والله حماس. ولو اني قاعد العب اشياء الظاهر جانبية مو اساسية بالقصة عرفته. لكن حماس. سلم. منظر مخيف كذا عرفته. جزء من شجرة سكادو. شكله هذا هو صح. اي بيل اسمه. طيب ما في شيء جريس قريب هنا. اني لو مت والله بمغط مشوار مو بصاحي. هذا هو صح. لا هذا سينياكسس التنين العريض. باقي ما وصلنا لحقنا. الله يستر. كيف قوته؟ دمج عليهم خيس يا ولد. ولا عندي هيل. طب كيف لو سحبتنا عليك شفت لي جريس ورجعت لك؟ ايش رايك؟ لانه مشوار تدرون من وين؟ انت حاولت اخر شيء. فكر التنانين. انا بس ابغى ايش اسمه؟ ابغى شيء يحفظ عنده بس.
ايوه هذه. يا سلام، مو الجو هنا مخيف مخيف يا رب، ما احكي لكم. خلنا نخلي، طب خلينا نرجع اللي ورا، الله يستر. ليتس جو. بسم الله، على امل ما نسوي شيء بالكلب ده. اوكي، فغصني ضربة واحدة. شو الدمج كيف؟ شو الدمج كيف؟ هذا مرة شرس، هذا مرة مرة شرس. تدرون ايش؟ نخلي التنانين دلحين. انا ابغى الخريطة اللي هنا، طيب بس كيف اجيبها عشان يطلع عندي المكان؟ سكر من هنا، ما في. اوكي اوكي، الملتقى، الى الملتقى. اوكي اوكي اوكي، ما في شيء. خريطة الظاهر نجيها من مكان ثاني، فعشان كذا خلاص خلنا نطلع من المكان ذا، نخلي بعدين نجي ذا. انا ابغى اوصل للخريطة هذه، شفتوا؟ بس كيف عسانا نجيها من وين؟ طيب راح ارجع اكمل هنا، شوفوا كيف مصب النهر، ممكن يطلعني على المنطقة ذي، لاني مهما رحت ما يطلعني على ذي مهما رحت. فخلينا نشوف، ممكن، ما ادري، ممكن. سلم، مش الذئابة. يا ساتر، المجزرة اللي هنا، وشحمات، في شحمات كثيرة، شحيمات في كل مكان. الله يقوموهم. أو يا ساتر 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 يا ساتر. أركب في بوس هنا، شوفوا شفتوه، في بوس القم. الله يلعن ذا الوجه، الله يلعن ذا الوجه يا الكلب. إيش ذا الوجه المخيس؟ بالدور 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 يا الشحمات، بالدور. هذا اللي قتلني قبل، شو صار؟ أنت قتلتني وكل. يلا مو حق عليه ديون، يلا بس فارق. شحمات هنا، شحمات، كتلة شحوم. ايش اللي عندكم؟ اللحم الدام المقدس هذا اللي انت تحرسوه؟ انا قلت عندهم شيء يسوى اكيد، حاط 15 واحد من الاثنين ذيلا. انا نقول بسم الله ونخش على الرئيس. اوه، زعيم سفاك الدماء المريح، هذا الزعيم حقهم. يا ود انت ما تستر، ها؟ اخ 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 يا المروح، وجهه ضيقه، وجهه ضيقه يا ولد، وجهه ضيقه. ليش تقل حركة؟ قتلني، تعال اوريك انا يا كتلة العفن. يا الربع وجهها ضيقة يا الربع. بطة، باقي لها شوية، باقي لها شوية المعفن، باقي لها شوية. تعال تعال هنا يا مروح، تعال هنا يا مروح، حلقم يا معفن. اوسخ بوس، واعفن بوس قبل، ترى ما تسفاك الدماء، الله يقلع وجهه. معناتها ما في نتيجة، نحن دخلنا الدنجن ده. اوكي، شكل الطريق من هنا. هذا من يتفاضل معاه؟ قاتل، عساكم على القوة. ان شاء الله عند المكان يوديني داخل القلعة. والله شكله دنجن، صدقوا؟ شكله دنجن. خلنا نرجع قبل لا ادخل داخل واتعمق. في طريق يسار، شوفوا في طريق من هنا. من هذا مو مكان رئيسي، عرفتوا كيف؟ اوكي، هذه المنطقة اللي كنت اشوفها من فوق. اوكي 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 اوكي، هذه توقع انها الطريق صح؟ هذه ممكن توديني، ان شاء الله توديني. هذا ايش طلعني فوق يعني؟ المفروض انه يطلعني فوق زي الباقي يعني. اوكي، طلسم الوحش المخيف، زيادة قدرة السهارة. طيب ما في قدرة سهارة ولا؟ ما في قدرة سهارة لحد الآن. طيب ما زلت تمك جروحك، أوه ما زال غضبك تهجم في ذروتك. وكذا يتكلم عن التنين هذاك المصيبة. بابل، أو بابل، شو اسمه؟ بابل؟ أنا أبغى أطلع فوق يا ود، كيف أطلع فوق؟
اها اوكي، يعني هذا المفروض انه يفتح لي كذا. اوكي نعم. الحين المفروض فوق صح؟ اوه ماي جود، يا سلام. يعني هذا طريقي، هذا الطريق اللي راح يوديني سكادو التوس. اخيرا حصن التانيب، اخيرا دخلنا القلعة ذي. شوف مشكلة ما عندي خريطة، خريطة ما هي هنا. والله الخريطة كبيرة بعدين، قلعة كبيرة. شو اسمه، شوف الخريطة كيف، شوف كيف كبرها. يا ساتر، اخيرا دخلناها. اخيرا، قاعد تسوي انت هنا؟ ايش قاعد تسوي هنا؟ مع السلامة، وانا وراك. اوكي، عن دمج هذا الكلب. شو كيف دمج الحيوان ده يا قربه، هذه مره قريبه الثنتين من بعض. ليش خلنا ناخذ ذا شظيه العظم المباركه. والله نطيح داخل، خلنا نشوف الساحه ذي. هلا والله، القم. اوكي، ايوه هذاك البرج انا قبل شوي جيت، مو قبل شوي، قبل مدري كم ساعة، كم صار لي انا افر في العالم ترى، ماني ملاقي. هذيك انا فاكها صح؟ يا هذيك انا فاكها. اوكي، معناته شيء حلو، شيء جميل مرة. اذا طريقي صح، طريقي طال الله اعماركم صحيح. من النفق ندخل النفق، بس قبل لا ندخل النفق ناخذ اللي هنا. وين نروح؟ نستكشف باقي ما استكشف القلعة زين. طريق من داخل هنا. طيب خلنا ننزل تحت نشوف وش فيه. كان خاوي، ما في ابن امه. سوي لي فخ الكلاب. سوي لي فخ. مسوين فيها حق فخاخ انتوا روسكم ذي. ها؟ اوكي. خلاص القلعة خلصت، إذا خلنا ندخل مع النفق. بس باقي في مكان هنا. أوه، في بوس هنا. في بوس. والله داهم، إدريد الفارس الأسود. داهم المكان كذا صغير، ما كان حق بوس أبدا، ما كان رجال واقف. شوفوا هذا هو البوس هنا. شوفوا. حاط لك مكان كذا. إنه طبيعي. انزل أنا يا ريت. نخش. الله والله اعطيته استن. اصبر رجال، خلنا نقول مشكله السبير، ترى سلاح خطير مره، سلاح خطير السبير. يوصل الرينج فيه اسطوري، شوي 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 شوي. خلنا نشرح العيال شوي. يا ابن الوسخة، وين راح يايم؟ راح يايم على اللي هناك يا اخوي، راح يايم لي على اللي برا هناك. وكانك زودت تارع. تعال هنا، القى مرني الدمج ذا. ما عاد يوقف ضرب، والله ما عاد يوقف ضرب. يا ضرب، إذا ضرب ضرب، إذا ضرب. القم، يلا بيقتلني باقي لي التفلة، صح؟ كل مرة، صح؟ برتبك آخر شيء، بيقتلني وباقي لي التفلة، أنا داري. باقي له تفلة. تخيل، أي نايس، جيك الضربة. اكشط. القم. القم، باقي له تفله، باقي له طقعه. لا لا لا، يعطي الحركه ذي. شوفوا هيله، شوفوا هيله. هذا اليد راحت، اليد وين راحت؟ ها، وين اليد اختفت؟ يو انت صادق يا ولد، وين اليد اختفت؟ شوفوا وين لقيت اليد، ناشبه في الكرسي. صار لي نص ساعه انا ادور. القم، القم باكستر. هايل، انا فرصتك الوحيده، ما ادري ما ادري.
يعطي الحركة هذه لأن يدري أن صدها صعب اللعين. يدري القم القم يا حمار يا حطب ما عندي خليك تهيئ خلاص. قولي لف اللي فرماد هذا وشو؟ آه الشوفور ده صح؟ يا أخي صح نشتم فيه تركيبة هذه تركبها على السلاح تصدقوا؟ اوكي اوه شوفوا شوفوا في علم هناك في واحد من هذيك الصلبان بس بس في واحد من الصلبان هناك شوفوه كيف اروح لذا قدامي على طول اجل شكلي بطلع له بعدين تصدقوا والحين خلونا ندخل الجسر اللي المفروض انه الطريق الرئيسي ايوه هذا هو الكلام هذا هو اخيرا طلع تنين لهيب شبح او شو ذا تنين ايش كان مجيعان ذا هل كان ايش ذا ايش ذا اللي طاردني هاي ذا ايم عليه طيب وكلب حاط فقاعات نفس اللي معي حقي تحميك حقك تقليدي انا حق اصلي تعال تعال خلق الرقم بس يلا 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 روح النار هذا الحين المصيبة ذا ايوه وربي جيعان ذا التنين اح من اللي طيح التنين حقي خذ 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 حصانة قتلهم طيب اتوقع اني راح اخليهم يتسارعوا شوية راح نكمل طريقنا انا وضع مولع مع الشباب خلهم يتفاهموا مع بعض ما ابغى والله اتدخل في خصوصياتهم ابغى امشي واستكشف المكان في امان الله اوه الانقاض المبتعله ولا ما ادري ايش اسمها ايش انت تبغى يا سلوك يا خير خير ان شاء الله خير ان شاء الله يا كلب والله يا اخوي انا ما اتعلم ليش ما استين في الخصم دكتورنا قاعد تصيح ايش يعني في مكان تحت؟ اي والله في مكان اجل خله شويه خلنا نلفلف ونتفقد وارجع المكان اه في هناك صليب 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 اه ندور للصلبان السلام نكلمها ما تتكلم ليه؟ افاس هذه بكمه خلنا نفك هذه طيب واشوفه اوكي لو مشيت من سيدة بطلع القلعة اوكي طيب ابغى اشوف بس الطرق الى وين اقدر اروح وين اجي عشان يعني تكون الصورة موجودة عندي في الذهن ايوه شو المخلوقات دي الله 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 هذه ما هي غريبة علي المخلوقات هذا بياكلني جيعان يا عمري القم وش ذا السلطعون يا اخوي ما هم خليني اللعين ذا اشوف شغلي صح؟ انت خليني اركز تعال تعال لا خلاص اوكي هنا دنجن الله ياخذك الله 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 ياخذك يا المروح طيب هذا شكله دنجن خليه دقيقه اشوف ممكن في شيء اشغله وارجع له بعدين ايوه انقاض المصهر الماضي النيزك طيب خلينا نشغل ذي وندق جريوس ايوه اوكي يعني هذه منطقه البدايه رجعني من هنا وهذاك البرج اوكي اوكي لا الحين الصورة وضحت قدامي يا اخي منظر خلاب يا رب شوف المنظر بالله ش... كم اليوم ذا وش توقيت اليوم شوف الصباح يا اخي منظر خلاب في الصباح شوف ربي منظر ساتر نشوف القريدس هذا ايش وضعه تحرك ذا ولا اكيد اوف 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 طلع واحد ثاني هنا استر عليه تفل عليه الكلب كيف تدخل علي الكلب؟ كيف عيونه؟ اجل اجل مخيز يا معفن انخش 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 نخشني الله يلعن الوجه خلاص يا قريدس قريدس اللعنة القم القم استكشف للمكان اوه انهم جزء من شجرة سكودا زين نجيت المكان ذا والله هي اوكي خلاص وضحت قدامي الطريق عندي يا قدام او اني انزل تحت عرفتوا في مكانين في قدام يودي القلعة وفي طريق من هنا من الانقاض ننزل تحت وفي الانقاض اللي هنا نقدر مثلا
ننزل كذا. هذه فيها موت صح؟ أجل إيش شكلي ما أقدر أنزل من هناك من عند الأنقاض. راح ندعس قدام نروح إلى القلعة. وفي بعد الخريطة على طريقنا. أحلى شيء هذا. أحلى شيء إن الخريطة إنها على طريقنا. أوه في عملاق هنا. دقيقة بالله. الخريطة هنا شوفوا. وفي بعد شفت أنا شو اسمها. شفت أنا صليب ورا. أيوة خريطة مفتاح. يا سلام. أوف والله هنا كبيرة دي. شوفوا الشجرة. طيب اصبر في هناك شو اسمه هذاك. شوفوا صليب ميكلا العطوف. ايوه هنا يعني. يا هلا. Hello again. Did you meet my compatriot? They're quite the congregation from places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikula put upon us, this is what the work of a living god. Okay. سأل بشأن اللي قبل شوي كان ساكت تكلمه وما يرد. Oh, that man is known as Dane. He's been in the service of Mikula the Kind longer. He might be solemn of cheer. There's no cause for Dane's reluctance to speak to you, as though we've been acquainted for quite some time. Perhaps one day. Okay. أنا الحين كم لقيت أصلاً؟ من يقاتل المريض؟ طيب اترب قلبينا. انا لقيت 1 2 3 4 5. هذاك واحد. شوفوا هنا واحد. وهذا الثاني. وهذا الثالث. والرابع. والخامس. باقي واحد المفروض صح؟ المفروض انه بقي واحد. من هالرجال اللي هنا؟ رسالة الراهب. خلنا نشوف. خطاب ملزم الرسم يعكس راهبا اذا متشابك تبحث عني في الشرق اذا رغبت في ان تكون محارب. طيب الشرق المفروض انه كذا صح ولا ذا نورث شمال؟ ايست الشرق ولا المفروض انه هنا يعني. طيب خلنا نكلم ذا. خريطة الصليب الجديدة. اها موقع الصلبان. ميكلا has said as much himself. He wishes, he says, the act. Though undoubtedly the truth of his claim can be found at each, which is evidence enough to earn my belief. يعني هذه كلمات ميكلا اللي لقاها عند الصلبان مكتوبة. Go to the misshapen tree of Umbra. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. الشجرة قصدها هذيك صح؟ شجرة الأمبرا. طيب بنروح لها مش كبس. خلينا نشوف الخريطة الجديدة اللي أعطاني إياها. 7 صلبان هي ولا كم؟ أجل وين؟ آخر واحد يكون في القلعة الكبيرة صح؟ يو آخر واحد في القلعة الكبيرة ذي. طيب قبل نروح القلعة هذيك خلينا نروح هنا نشوف وش فيه هنا. لكن لما كان بوس ذا. أما ليش مسكر؟ والله مسكر ما أقدر أمشي. ليش؟ معناته بنروح قدام. بنروح إلى القلعة هذي. شو هذاك العملاق اللي قتلناه في البداية؟ طيب خلينا نمشي قدام نشوف. أيوه قاعدين نسوي شباب. كملوا ما أبغى أزعجكم. هذاك المكان ما في شيء. او ممكن اذا رحت له اقدر ناخذ خريطه صح؟ تدرون ايش؟ خلنا نجرب نروح. يمكن اقدر انقز بس نقزه بعيد ما عندي. وين؟ الله ذي يبغى لك طياره ما يبغى لك حصان. وين يا ابوي؟ وين يا ابوي بعيد هذه النقزه؟ مره بعيده كنسل. السلام عليكم. وش اسوي ذا العملاق؟ رفس. طيح. خبز انت اللي طيح يا ري. هات راسك كان وين؟ اوه ما يطلع له ذا. هذا ما يطلع له شيء. اقم. اوكي المفروض ان الطريق دخلني على القلعه يعني. معليش يا شباب تشوفوني فرفر واجد بس انا احب كذا اني اكون ملم بالماب كله. عرفت اكون عارف يعني وين اروح وين اجي. وانا عارف طحت انا بس ما بموت عادي. هو اصلا انا كنت ابغى اروح من هنا عرفتوا؟ ايوه لاني قبل شي جيت من هنا كان مسكر القلعه اللي انتم ملاحظين هذا الباب كان مسكر بوجهي. ايوه هذه قلعه انيس هذا نوعها. والطريق اساسي من وراي بس هذا بعد يمكن في اشياء نستكشفها ما ندري عنها. انا بوريكم. اخي الكلب. انتبه منه رئيس سبيل للحيوان والله قتلني.
القم القم. طيب مو المفروض اني اقدر افتح الباب ذي من هنا؟ ايوه هذا السلام. الحين بفتح اختصار كبير خلاص، حتى لو مت بعيد من هنا من قريب. شوفوا ذكرتوا الفارس ذا، ذكرتوا اللي هنا هذي. اي بالضبط، ايوه هذا هو. يا السلوقي خلني اركز. اي لا 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 لا، ما لهيت من وين؟ ما اشوفه من وين؟ انا اشوف احد، انا ما اشوف احد. من وين تبني؟ هذا هو السلوقي ابن الكلب. تعال وين الجزمه اللي قبل؟ هذا هو، هذا هو الكلب الصلعة. من وين؟ طيب من ذا اللي نتفني؟ قتلت انا يا ولد. من وين؟ من ذا اللي نتفني؟ انت، انت ابن الكلب مو نتيل، ما هو بذا. لا هذا نظام فايت 1 في 1. من ابن الكلب اللي نتف؟ اح اجن ونركز على ذا دور الخسيس. يا الربع في واحد، يا الربع في واحد. هذا هو، هذا هو الخسيس فوق، هذا هو الخسيس. طلع طلع سلاحك، اعجن. اوه ربي يا عليه الاشطة، واحدة بوحدة. اقعد اقعد وخليك راجل، خليك راجل محترم. خلص الهيل، خلص الهيل. ايش متهيل؟ ايش متهيل يا بابا؟ ها ايش متهيل؟ هيل هيل. انا اوريك شغلك، تقعد تصد ضرباتي، اعطيك حركة المقص. حركة المقص، حركة المقص ثاني مرة، ما بتموت الا بحركة المقص. هيل هيل هيل، خل عندك الفلسفة واقتلها بسرعة. اقتلها بأي طريقة، اقتلها بأي طريقة، انا اقتلك يا حمار. فلسفة اقتلها بطريقة المدري ايش. اضرب القم. حركة المقص، حركة المقص. خلنا الحين بيت الحكمة. اقول لك راح انتصحنا حاجة كذا مسوي بيصد. ايوه من عند الراس. ايوه بيقتلني صح؟ الله ما تقتلني، تخسي تخسي يا الكلب. طيب ايوه في شله هنا وانا هيلي والله ما يساعد. طب عندي القنين الاحتياطي ذي مزها. الرجال قاعد يتبرد يشوف الاجواء الزينه ذي. مكيف الديب مكيف. طيب انا ابغى ايش؟ ابغى اقرب جريس تكفون، لانه والله مشوار، والله مشوار ترى، قطعت مشوار. اصبر انحش انحش، اقرب جريس. تعال ابن الكلب تعال تعال، انت مالك تصطير انا اعرف. اوه في نايت هناك، انت يبغى لك كذا. ايش داخل الصندوق ذا؟ مفتاح السيف المشبع. اصبر صوت العصافير تغرد. كيف الخطه طيب مع الكلب؟ لا والله انه شرس. انا بعطيه انسحاب تكتيكي من عند الصراحه، ما ابغى واجهه، ما ابغى واجهه، ما ابغى واجهه. بيقتلني بيقتلني بيقتلني. لا لا لا، خذني معاك، خذني معاك، يرحم امك. تراجع الى الخلف قليلا، تراجع الى الخلف قليلا. نطني والله هيل. بعد اني مديت البوابة. ما تهيل يا الكلب، ما تهيل يا الكلب. خلنا نطلع فوق ونشوف ايش في. في هنا هذه الشيء الجميل هذا. في بوس، في بوس، في بوس. ريلانا والله ريلانا ما تنزل. حطيه حطيه. طيب المفروض الان اني اقدر ارفع ليفلي شويه،
صح؟ ايوه حلو، 5-5 يا سلام. الحين توقع راح نتفاطى مع البوس ذا او مع الفتاة هذه الجميلة. والله قوية، كيف دمج عليها زي التبن. خليك تكره انك تهيب، وهو ربي تخليك تكره انك تهيب. والله قوية. طيب راح نجرب عليها بليد، كانها ترقص. والله كانها ترقص، اقسم بالله ترقص، ما تحارب، ترقص. شعرك هذي وش ذا؟ وش طلعت دي؟ ربي انها وصفة ذي. بهيل، ممكن كنت خاين اهيل اهيل بس كواضح انها ما عجبتها فكرة الهيل. اوه وش ذا؟ سبمت علي الربع. والله حركاتها كثيرة ما تخلص يا اخوي. وش ذا اللي ما اتوقف خلاص؟ ايوه طلعت سلاح ثاني. والله قوية والله. الحين ما توقف خلاص. شوف 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 شوف، زي الفراشة زي الفراشة، ترسل لك كل شيء كل شيء كل شيء عنده ترسل لك كل شيء عندها ترسل لك. شوفوا كيف وسخة، والله وسخة. شوية كده تمسك النعلة حقتها تحذفها لك، ما خلت شيء لو ترمي. يا اخوي الضربة ذي قاضية، الضربة ذي قاضية الربع ذي. هذا الفيز حقها مجنون الثاني، والله دمجه مجنون بعد. ايوه خلاص اثبت، خلاص خلاص ضرب. ميت. ما اعرف اصدها ذي، ما اعرف اصد، تسبم علي. طب انا كيف اصدها؟ بقلها شوي، بقلها شوية. هيل هيل فل، هيل فل هيل فل، ما اعرف اصدها. اطبخني مت انا صح؟ الحمد لله. فلا 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 300 اقتلتني يا الله. هيا الفل هيا الفل هيا الفل هيا الفل، ضربتين خلاص، ثلاث ضربات. ممكن تأيم عليهم ما تضيعني انت راسك ذا. لا يا اخي يا الله حرام، والله قهر، والله قهر. الحركة المقص خلاص ما توقف. يجيك واحد يقول ميليني والله قوي، والله انك لا تموت اليوم اقسم بالله، والله لو ما قتلته اقسم بالله يطلع لي في منامي في الليل. ضاعت علمي، ضاع تركيزي. الوهلة بسيطة، ضاع التركيز، ضاع تركيزك الوهلة بسيطة. ميت. ايوه قعدي مكسي، قعدي زبط عليه حاجات غريبة، سوي حاجات غريبة علي ومكسات. اول مرة اشوف بحياتي، اول مرة اشوفها بحياتي لعين انا.
يا والله لك والله لك سلة والله لك. مسافة مسافة أنا مجنون تقرب من المخلوق ذا. مجنون مجنون أنت تقرب مجنون تقرب من ذا. شوفوا هنا شوفوا هنا يا رجال والله إنه حرام. اصبر هاي باقي لك شويه. باقي لك شويه لازم نلعب حذر. لازم اني العب حذر. العب حذر. يس إلكم إلكم ذكرى فارس التوأم القمر. إلكم يا العطف. هنا هنا مكانك. شوف 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 وين 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 هنا مكانك. وربي قتال انه مضني ومتعب والله. اسمع احد يقول ميلينيا قوي اقسم بالله. هذا خلاص يعني ميلينيا هذه حطها في الزبالة شارها كذا حطها بزبالة. وش اللي صار هنا؟ يلزمني الجثوم. ابوك يود ابو وش اللي اوكي طريقنا من هنا من قدام. اوكي طلع اوكي 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 يعني من هنا. اسمع روست طيب اوكي فهمت اللي صاير. يعني احنا جينا من الجهة اللي ورا فكان مكاني كان مسكر ذكرته الباب. ايوه ايوه خلاص ان شاء الله الحلقة الجاية راح نكمل كفاية اليوم. الحلقة الجاية وين راح نتوجه؟ للقلعة المهيبة.